أنا ماجدالينا رومي يمين، أخصائية تغذية وصاحبة مركز التغذية دايت ديلايتس نيوتريشن سنتر. ليش نقيت هالاختصاص؟ لأنه بحب كتير نيوتريشن، مش هيك أنا تخصصت بنيوتريشن أند دايتاتكس، وكمان لأني بحب السايكولوجي عملت ماينر ديجري إن سايكولوجي. وين فينا نشتغل بهيدا الاختصاص؟ فينا نشتغل ضمن دومين هوسبيتال أو ضمن برايفت براكتس يعني your own clinic. فينا نشتغل كمان ريسيرش دايتيشن، كوميونيتي دايتيشن، فينا نشتغل فود تكنولوجي بشركات تصنيع الأكل، فينا نشتغل كفود سيرفيس دايتيشن، فينا نشتغل كأدمنستريتيف دايتيشن كمان، فينا نشتغل يعني بشركات كمان تكون دايتيشن إدارية. كمان فينا نشتغل بدايت سنترز، فينا نشتغل بأي شركات شركات أكل أو أي فود بزنس. أهم عوامل للنجاح بهيدي المهنة إنه واحد يضلوا عم بيشتغل على حاله ليتقدم بالحياة، ما يضلوا محله، يكون ambitious، يكون عنده ضمير مهني، ويكون كتير up to date دايما. النصيحة اللي بدي أعطيها للشباب إنه أهم شيء تنقوا اختصاص أنتوا عندكم شغف فيه لتقدروا يعني لأنه رح تواجهوا دايماً صعوبات بالحياة، تتقدروا توقفوا بوجه هالصعوبات، خلي يكون اختصاص عن جد تحبوه لتقدروا تحاربوا كل الصعوبات وتقدروا تقدموا وتنجحوا كتير بالحياة.